برحب بحضراتكم وبتكلم عن البيان الصادر من البرلمان الأوروبي واللي أثار حالة من الغضب داخل المجتمع المصري، ويمكن رد البرلمان المصري وبعض الأحزاب أو تجمع الأحزاب ده كان شيء مقبول جداً ومرضي جداً وسريع جداً، يعني المرة دي كان في ردود تعودنا، لكن هي الفكرة أن كل مرة بيحصل نفس البيانات ومفيش أي ردود أفعال داخلية مصرية بتأثر في أي شيء. فكرة أن أنت طول الوقت خلال قمة المناخ أنت طول الوقت بتحاول تهاجم مصر، بتحاول تهد مصر من حتة حقوق الإنسان، هل سيظل حقوق الإنسان هو الدراع اللي بيحاولوا يلوي بيه حقوق مصر أو يضغطوا بيه على مصر؟ عندي أسئلة كتير لكن محتاجة الإجابات، وتكون هذه الإجابات عند ضيفنا العزيز عبر زوم دكتور هشام قطب، خبير المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. برحب بحضرتك يا دكتور. دكتور هشام برحب بحضرتك، حضرتك سامعني؟ أيوة فندم، مع حضرتك، أهلا وسهلا. برحب بيك يا فندم. بداية توقيت يعني قرار صادر عن البرلمان الأوروبي، وشايفه إزاي بعد كل اللي حصل؟ بقالنا حوالي كام سنة نفس الحكاية، يطلع هجوم تجاه مصر من خلال حقوق الإنسان وبالتالي ما بيكونش ليه أي مردود ولا صدى، طب بيطلع تاني ليه؟ تزامن ظهور القرار أو البيان اللي ظهر من الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف وفي ظل التوقيت اللي احنا فيها بعد مؤتمر المناخ ونجاحه بالشكل اللي حصل، ده حاجة احنا متعودين عليها، وخصوصا ان دي مش اول مرة ولا اول تقرير يطلع بالشكل اللي احنا شايفينه النهاردة، مغالط للواقع ومسيس وبيتعامل مع الدولة المصرية بشكل فيه وصايا احنا نرفضها جميعا وبعيد عن الواقع كل البعد. الكلام عن أيمن هتهود، الكلام عن علاء عبد الفتاح، الكلام عن أشخاص بعينهم يا دكتور، أنا مش فاهمة فكرة إن أنا، طب ما أنا لو بلد، ما أي بلد فيها مثلا الآلاف أو المئات من السجناء، فكرة ذكر أسماء بعينها المقصود بيه إيه هنا؟ ده الهدف المسيس اللي إحنا بنقول واللي بيسلط الضوء على أشخاص بعينهم. كل اللي مذكرهم في البيان واللي حضرتك ذكرتيهم دول ناس بينفذوا أحكام قضائية ومحبوسين احتياطيا أو محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا وبيتم التحقيق معاهم. البيان اللي صادر أنا شايف إن هو بيدين بشكل إحنا نرفضه استقلال النيابة العامة والقضاء المصري. قضاء يعني علاء عبد الفتاح صادر بحقه حكم قضائي نهائي. طبعا طبعا، وده اللي يخلينا نستوقف اشمعنا ان احنا النهارده بنذكر علاء فتاح، واشمعنا ان في المؤتمر بتاع المناخ يتم ذكر علاء فتاح. ده بيؤكد ان احنا النهارده قدام حاجه مسيسه بتدين نفسيها، مش بتديننا احنا، يعني هي بتدين الشكل اللي هي طالعه بيه، الهجوم السافر اللي على الدوله المصريه خصوصا بعد نجاحاتها في الفتره الاخيره. ولما احنا النهارده بنتكلم في ملف حقوق الانسان، في ملف حقوق الانسان ككل مفيش الا ملف السجناء اللي احنا بنتكلم عنه، مصر محققه انجاز اختزالهم لحقوق الانسان طويلة. في حقوق سياسيه ده فقط، ده شيء غريب، ده شيء يدل على ان في هجمه ومنظمه ومرتبه تمام تريد ان تستهدف وتنال من الدوله المصريه بشكل معين لخدمة منظمات إرهابية مشبوهة تمام، وخصوصا ان ده بعد فشل الدعوات اللي تمت اثناء مؤتمر المناخ بدعاء الفوضى وان الشعب المصري من شهور قبلها بيحاولوا طبعا طبعا طبعا، ده بيدل على ان احنا النهارده موجودين قدام حالة وظاهرة لا مش عايزة حاجة تعملها غير ان هي تستهدف الدولة المصرية في هذا الملف تحديدا دون باقي الملفات اللي مصر محققها فيها انجاز، زي ملف حياه كريمه وزي بقيه الحياه المصريين اللي في جزء منها تطور بشكل ملحوظ واشادت بيه كل المنظمات الدوليه المحترمه اللي هي شايفه بعين الواقع على الارض المصريه. خليني اسال حضرتك، بما ان البرلمان الاوروبي اصبح صوت لقنوات الاخوان الخارجيه، تقريبا كل ما اسمعه في قنوات الاخوان اللي خلال الشهور الماضيه هو ما اتى في التقرير البرلمان الاوروبي بالاسماء بالمقترح بالكلام او الاتهامات الباطله اللي في التقرير، منها مثلا ان امداد حاله الطوارئ وده مش حاصل، يعني حتى مغالطات دي حاجة مش واضحه وكبيره
يعني ما عندهمش فرصة للتحقق، بياخدوا من المنصات دي بشكل مباشر وبشكل قوي للدرجات دي يا دكتور؟ ده اللي أنا مش ما مدى تأثير مثلا قنوات الإخوان دي كلها؟ هو ما أتى في التقرير ما يأتي في قنوات الإخوان بشكل واضح ومباشر جدا. هو الموضوع كل ما يتم هي أدوات بتدعم الشكل اللي هم بيروجوا ليه. ما العائد والإفادة على البرلمان الأوروبي هنا؟ إيه اللي عائد عليه إنه يدعم استهداف الدولة؟ استهداف الدولة ما دي مصالح وشيء مسيس، يعني هو واضح جدا وما ولا يخفى عن أحد، تمام، إن أصبح كل فصيل دلوقتي بيدافع عن ما يخدم مصالحه، تمام، وده بيتم عن طريق ما يصدر من بيانات من الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، وتواليها بهذا الشكل وبهذه الشاكلة على هذا النظام بهذه الطريقة، ده بيدل على إن هم لا يخدموا إلا المصالح الأخرى التي تريد أن تستهدف الدولة المصرية. هل هنا ممكن يكون في بعض العناصر مدسوسة داخل البرلمان الأوروبي وهي بتمدهم بالمعلومات المغلوطة دي؟ بعض الأفراد أو شركاء في البرلمان الأوروبي بعينهم؟ ما هو ده أكيد راجع لبعض المنظمات اللي هي بتستسقى منها معلوماتها اللي بعيدة عن أرض الواقع، لأن النهاردة المنظمات اللي بتمدهم بأن في حبس بدون مبرر، والنهاردة أن في ناس ده كل دي، تمام، دي هي هما بيستمدوا هذه المعلومات من هذه المنظمات المشبوهة. يعني ده مش 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 حاجة هنستنتجها أو هنتكلم فيها، بدليل أن النهاردة هي بتذكر أسامي بعينها في أماكن معينة بعينها. هو ما بيتكلمش عن الحالة العامة، هو بيذكر أشخاص وشخوص معينة هو من مصلحته أن هي تخرج أو تاخد، والأشخاص دول معملهم جدول بقالنا فترة ماشيين بتطور وتصعيد بالشكل ما عشان نوصل اللي احنا فيه ده النهاردة.